من هنا عطيت الدواء بالدواء ديالو بحال ما داكشي باش كان الدواء خضر كل هما الماء والمرخي ديال البير ديال ما كتجيبوها سيدي نتوما هذه القابة ديال البرنامج جيه زبران تا سلطان حركات وعزة باش كيسقيو سيدي عندنا الماء ديال البير تا يشريو الناس غادا يسمعو هذاك الهضرة ما تيتصدو ليهم هنا غادي تا يمشي اللي واقف شي حاجه ما يفوتها واخا يقول لهم راه مسموم واخا تيقول له تيقتلوه ما يخليوه صباح بيبي لا انت شوف شحال من واحد بالك مات كاع الناس الحمد لله تيتيو ديما ما عمر شي واحد قال لنا شي حاجه من ناحيه حتى سلطان تراكوريكا انا ما حلو مات البيار في 4 ايام ماشي مشكل كلشي بيد الله الهضره جا خويا سمعناها وقريناها في فيسبوك بزاف ولكن اخويا راه الله اعلم تنتقطعوا ديما وما طيحلاش طيب لا به ديما تنتو من هذا السيد قبل كاع ما تزادوا حنايا كنتيتو الوالدين وبخير وعلى خير هما ديما تيقول اخويا وما شفنا والو حنايا كل عام تيجبدوا شي حاجه جديده جات هذا العام هذا جات الطريفه في النعناع وصافي ما سقتش لي الخبر ولكن انا عندي يعني عندي علم مسبق بانه كيستعملوا مواد اللي هي غير صحيه في النعناع مواد كثيره باش كتلقى النعناع العرش ديالو يعني كتلقى الحجم ديالو بواحد الشكل اللي هو كبير بزاف راه غير طبيعي راه اكيد تما كاين المبيدات اللي هي غير صحيه باش يعني باش النعناع يوصل لهذاك الحجم اللي فيه وحنا المغاربه راك عرفتي عزيز علينا النعناع انا هادشي كامل تنغمض عينيا وتنشري النعناع كذب عليك لانه انا عزيز عليا النعناع حنا المغاربه هكذا دايرين لانه حنا كنشربوا تاي بالنعناع النعناع هاد الوقيته اللي تيكون فيها النعناع مزيان وقيت الصيف اما الشتوى تيكون النعناع نتاع البرودوي اللي تينوض يب الحاجه اللي فيها برودوي شيميك ما سقتش الخبر ولكن حنا في العادات ديالنا في بلادنا بان ضروري النعناع خاص يكون معايا تاي ما كاينش معايير اللي تقاس باش نقولوا هذا راه لا دوز ديال دوك مبيدات الحشرات كثار ولا لا ما كاينش